الحديث القدسي ما الفرق بينه وبين القرآن؟ وهل هو متعبد بتلاوته؟ لا، ما هو مثل القرآن. الحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع حسب السند، أما القرآن فهو لا أحد يطعن في القرآن في صحته ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل يتعبد بقراءة الحديث القدسي كالقرآن؟ لا، تعبد بقراءة القرآن، أما الحديث القدسي فلا يتعبد، تقرأه بالصلاة يعني، ما يجوز هذا. نعم.